واصل مع كراس النشاطات الفرنسية. نحن الآن في الصفحة 10، نبدأ بالترجمة شفويا. سيكونس 1، المقطع الأول. جونتور les animaux qui vivent dans le désert. J'entoure les animaux qui vivent dans le désert. أحيط الحيوانات التي تعيش في الصحراء. Le chat de désert. قطة الصحراء. Le chameau. الجمل. Le guépard. Guépard. Le guépard de désert. فهد الصحراء. L'ours. L'ours. دب. La vache. البقرة. Le chien. الكلب. Le serpent. الثعبان. Le فنك. الفنك. Le dromadaire. الجمل ولا البعير. Je classe les animaux dans le tableau. أصنف الحيوانات في الجدول. Les animaux sauvages. Les animaux domestiques. الحيوانات البرية. الحيوانات الأليفة. نجو الآن للترجمة الكتابية. الفهم الكتابي. أحيط بالحيوانات التي تعيش في الصحراء. قط الصحراء. الجمل. الفهد الصحراء. الثعبان والفنك والبعير ولا الجمل. الدب يعيش في الغابة. هذه كذلك تعيش في الغابة. هذا كذلك يعيش في الغابة ولا في المنزل ولا لا يعيش في الصحراء. أصنف الحيوانات. الحيوانات البرية. لو شا دو ديزاغ. قط الصحراء. لو غيبار دو ديزاغ. قط فهد الصحراء. والدب. والثعبان. والفنك. الحيوانات الأليفة. البعير والبقرة والكلب والجمل. دوميستيك وسوفاج. نواصل في الترجمة الكتابية. المقطع الأول. أحيط الحيوانات التي تعيش في الصحراء. فهد الصحراء. الجمل. قط الصحراء. الكلب. البقرة. الدب. البعير. الفنك. الثعبان. أصنف الحيوانات في الجدول. الحيوانات الأليفة. الجمل والبقرة والكلب والبعير. والحيوانات البرية. قط الصحراء. الدب والثعبان والفنك. هنا يا فهد الصحراء. فهد الصحراء. فهد الصحراء. بهذا الشكل. فهد الصحراء بهذه الطريقة نكون قد انتهينا من إحدى صفحات الكتاب وهي الصفحة 10.